أستاذ ناصر، عشت أغلب حياتك بعيد على أسرتك وعلى وطنك. مكتوب لي أن دائماً نفارق أسرتي وأولادي، فأنا راضي بالمكتوب وراضي بالقدر. وهذا المعاناة تخلق فيها أشياء كثيرة. طبعا أكثر الأغاني قصص لي من كلماتي وألحاني. أغانيك واقع عشت تترجم فيه لأغاني. بالضبط. فمكتوبي وقدري، وكل أغنية فيها شخوص وفيها أصدقاء وفيها أحداث. احكي لي على أصدقائك اللي كونتهم في الغربة واللي كونتهم التجوال. أستاذ ناصر اليوم يعني سافرت للعالم، شفت العالم من صغر سنك. صحيح، في أصدقاء وكنا فرقة أصدقاء وحنستمر كأصدقاء. أثناء تواجدي في العراق تعرفت بأصدقاء. طبعا العراق فيها جنسيات كثيرة وطوائف كثيرة وموسيقيين جيدين. أصدقاء الشباب رجعتوا وتلاقيتوا تاني على فيسبوك. على الفيسبوك. ممكن نذكر أساميهم؟ أكيد. أوكي. عازف الدرامز الكبير اللي هو آرا أنترانيك، أرمني الجنسية. هلال ماتي، عازف الكيبورد الكبير، كلداني من الطائفة الكلدانية. روبرت يونان أشوري من الأشوريين، هم أصول العراق القديم اللي منهم نبوخذ نصر وغيره. وهم كل الطوائف هذه لهم فنون ولهم أسلوب خاص، الأرمن والكلدانيين والأشوريين. ومعنا واحد مطرب الفرقة وعازف جيتار وقتها، وهو وأنا مطرب الفرقة، يعني احنا اثنين. فخر الجواري من أربيل، من كردستان، وهذو لهم لون معين. وأنا ناصر المزداوي من إفريقيا وليبيا. فكانت في أغنية نغني فيها. طبعا احنا عملنا شريط اسمه الأصدقاء. هذه في أي سنة كانت؟ في الثمانينات، في أواخر الثمانينات. أنا دخلت العراق في 88. قعدت حضرت الحرب الأولى بتاع بوش الأب، وحضرت الدمار الأول للعراق، بغداد بالذات. فتعرفنا، وبعدين لما صارت الهجرة هاجروا الشباب وقتها. واحد في آرا الأرمني في فينيكس في أريزونا في الولايات المتحدة، روبرت في كندا، هلال ماتي. روبرت طبعا عازف بيس جيتار، هلال ماتي عازف كيبورد في هولندا، فخر الجواري في أربيل.